في أحد الأفاضل بعت لنا الصلاة المحمدية للشيخ الأكبر محي الدين ابن عرب، الفاتحة لسيدي محي الدين ابن عرب، يمدنا بإمداده الحضور. الصلاة بتقول، علشان نقراها الأول وبعدين نحاول نشرح بعض ما فيها، بيقول: اللهم صل على الذات المطلسم والغيب المطمطم والكمال المكتم لاهوت الجمال وناسوت الوصال وطلعة الحق عين إنسان الأزل في نشر من لم يزل في قاب ناسوت وصال القرب، اللهم صل به منه فيه عليه، يا عظيم أنت العظيم قد همني أمر عظيم وكل أمر يهون بأمرك يا عظيم. والله واضحة، والله بجد هي وضوحها ان فيها اسرار، فعايز يقول لك ان النبي ده كله اسرار، ادي كل الحكاية. فمش شرط ان السر يباح بكل تفاصيله، هو بيختار لك الالفاظ اللي فيها اسرار علشان يقول لك ان النبي ما زال سرا. يعني انا مش قلت لك ان احنا نخطب الجمعة ان النبي ده هو الرحمة، والرحمة دي 100 جزء، ربنا أظهر جزء واحد، فكل الناس قاعدة بتتكلم على 1% من النبي، وبالتالي الأسرار اللي وراء حقيقة هذا النبي كثيرة جدا، إحنا يدوب بنحوم حوالين 1%، لكن ما يعرفش سره إلا مولاه، فهو بقى بيقول لك يا سيدي إيه؟ اللهم صلي على الذات المطلسم، الذات اللي هي إيه؟ اللي هي النفس المحمدية الحقيقة، حقيقة الشيء وذات الشيء. يعني أنت صورتك هي الصورة اللي أنت بتشوفها في المراية، لكن مش دي حقيقتك. يعني أنت ما بتشوفش حقيقتك أصلا، ما حدش فينا شاف روحه، إحنا شفنا جسدنا لكن ما شفتش روحك. فالصورة اللي أمامك في المراية دي هي أنت وليست أنت، هي أنت وليست أنت، أنت حاجة تانية وحاجة ثالثة. يعني ممكن تبقى روحك قوية قوي وشايف نفسك في الصورة ايه؟ هزيل وبهتان وعلامات النوم، الموت قربت. دي قربت في الصورة، لكن حقيقتك روحك مازالت قوية، مازالت شباب، لم يطرأ عليها شيخوخة. فهمت بقى؟ وبالتالي اما بيتكلم على الذات، يعني على الحقيقة التي بها هذه الصورة، اللي من وراء هذه الصورة، اللي انتقبت في هذه الصورة. فهمت؟ على الذات المطلسم. والمطلسم يعني ايه؟ يعني الشيء المطلسم يعني الشيء المقفول اللي محدش لسه فتحه ويعرف فيه ايه. طلسمه يعني اغلقه اغلاقا تاما يصعب فتحه للاطلاع على ما فيه من سر. فذاته ما زالت مطلسمة، يعني ايه؟ يعني ذات النبي وحقيقة النبي مهما تكلمنا فما زالت مطلسمة، ما زالت غير معلومة، المعلوم منها قطرة من محيط، بل مش قطرة، ده احنا في ساحل هذا المحيط بنتنفس بس الهواء اللي مختلط ببعض بخار مائي، حتى القطرة ما وصلنا لهاش. فاهم؟ هو عايز يقول لك كده، يقول لك ان النبي مش هو النبي اللي انت بتقول عليه اتولد في عام الفيل ومات واتدفن في المدينة بعد 63 سنة، لا لا، ده دي الصورة المحمدية، دي الصورة. إنما النبي ده نبي قبل ما الخلق يتخلق، ده النبي ده قبل آدم، ده النبي ده هو حقيقة الأكوان وروحها، ده هو الرحمة للعالمين. فهمت؟ فأنت هتروح فين ياللي بتتكلم على النبي كبشر؟ هو بيتكلم على النبي كروح، كأصل، كذات، لأن الجسد ده الصورة دي اللي بيحركها إيه؟ بتحركها الروح، مش كده برضو؟ يبقى اللهم صل على الذات المطلسم، يعني الحقيقة المحمدية التي تحركت بهذه الصورة المحمدية. ومطلسم زي ما قلت لك يعني مغلق محكم مملوء بالأسرار لم يطلع عليه أحد. يعني احنا حوالينا دي الذات قاعدين كده ايه بنقول لو فتحت الذات دي هنلاقي ايه؟ فسيدنا إبراهيم الدسوقي يقول حاجة، سيدنا الرفاعي يقول حاجة، سيدنا عبد القادر الجيلاني يقول حاجة، سيدنا أبو الحسن الشاذلي يقول حاجة، كل ولي يقول حاجة. واخد بالك ازاي؟ كل ولي هيقول حاجة، لكن احنا كلنا بنحوم حوالين هذا الكنز وهو ما زال مطلسما.
يعني بيقول لك ما تفتكرش انك احط بحاجة، ده انت ما زلت من اهل الخرز والتخريص. يعني انت بتخمن، لكن هو فرق كبير بين من خمن وبين ايه من حقق. فهو الذات المطلسم والغيب المطمطم، لانه ما زال غيب ومطمطم. يعني يقول لك المطمطم هو كثير الامواج، بحر مطمطم يعني لا تهدأ امواجه، متجدد الامواج والحركه، متجدد الارتفاع في القدر، في كل لحظه تاتيه هي اخره بالنسبه للاولى، وهو الاخره خير لك من الاولى. يعني كل لحظه بيزداد، كل لحظه يزداد، كل لحظه يزداد، مش ملاحقين. الخلق بيلهث خلفه وهو سابق، لا يدركه منا لاحق ولا سابق. ليه بقى؟ لان كل لحظه، يعني افرض ان ربك فتح عليك وعرفك قدر النبي في اللحظه دي، فجيت انت توصفها، قعدت توصفها ساعه، عارف الساعه دي فيها كم لحظه؟ النبي انتقل منها لحاجات ثانيه، يبقى انت قاعد ما زلت في ماضي هذا النبي. فهمت ازاي؟ النبي متقدم فوق حتى المعلومه اللي انت بتقولها. فهمت يا سيدي؟ عشان كده قالك والغيب المطمطم. مطمطم يعني ايه؟ المموج الذي لا يهدأ، كبحر لا تهدأ حركته. فهم؟ اللي هو قال عليها في سيدي الجزولي البحر الخضم، شايلها كده والخطمة، الخطمة والخضم روايتين، يعني العظيم الكبير. على فكرة اللغة تعجز ألفاظها عن التعبير عن حقيقة النبي، لولا المجاز ما صلحت اللغة إنها تتكلم على النبي. فهمت؟ لأن اللغة كحقيقة مدركة والنبي ذاته غير مدرك. فهمت؟ فلابد أنك تتجاوز من حقيقة اللغة إلى مجازها بقى، تجوز الحقيقة إلى ما لا نهاية من المعاني الواسعة. عشان كده اللي أنكر المجاز ما أدركش مثل هذه الحقائق، لأنه فضل متصورة، كل شيء عنده متصور، فما خرجش إلى العالم الواسع وأوسع عالم خلقه الله وعالم الخيال. يعني أنت ممكن بخيالك تتصور كل شيء ممكن يحتمل فيه العقل، خيالك واسع أوي. الواقع أضيق جديد كثيرا من الخيال. أنت إزاي تنطلق من الواقع إلى الخيال إلا إذا انطلقت من الحقيقة للمجاز؟ فاللي ما انطلقش من الحقيقة للمجاز ما زال يلهو في أمور مدركة، وبالتالي لم يذق حلاوة المعاني الرقيم. فاهم؟ وانت عارف مين اللي بينكر المجاز؟ من اللي بيبيع الجاز، يعني بيبيع البترول، يعني ما هو الجاز اللي هو البترول. يبقى الغيب المطمطم فهو ما زال غيبا. شوف يؤمنون بالغيب، فالله غيب وحقيقة نبي غيب. فهمت بقى ازاي؟ والكمال المكتم، كمال النبي من حيث الكمال اللي هو ايه؟ اللي هو اجتماع كل الفضائل على اعلى درجة، كل فضيلة على اعلى درجة هتلاقي النبي هو فيها 100%. كويس؟ ده يسموه الكمال بقى. وبعدين المكتم يعني ايه؟ يعني مهما حاولت أن تفتش عن حقيقته لتدركها تجدها ما زالت فيها أسرار. تيجي تفتح تلاقي دهليز، تدخل الدهليز تلاقي دهاليز، تدخل كل دهاليز تلاقي مئات الدهاليز، فمش هتنتهي. وعلشان كده توصل لمرحلة الحيرة، مقام يسموه مقام الحيرة في الجمال المحمدي والحيرة في الكمال المحمدي، انك تستسلم بحيث اي حاجة تسمع فيها كمال يوصف بها النبي ما تسألش على دليل، لان النبي فوق الدليل. انما ما تيجي تقول حاجة في كمالات النبي يقولك الدليل، ايبا ده مش فاهم، ده النبي فوق الدليل يا ابني. ده اي حاجة فيها كمال قول وما شئت، ودليلك ان النبي فوق كل دليل. فهمت بقى المسألة؟ يبقى اللي بيسأل على الدليل هو اللي انكر المجاز، فقاعد مقيد بحقائق وتصورات في ذهنه مش قادر ينطلق منها، فهو في زنزانة مسكين. فده يستدعي انك انت تشفق عليه مسكين. يعني حتى الطفل خياله اوسع من الكبير، يعني حتى هما ما وصلوش حتى لخيال الاطفال. شفت قد ايه؟ عشان كده احنا بنقول لما بنحب نتكلم عن النبي ما نحبش حد يصوره، يعني يجي يمثله صورة النبي. ليه؟
لان لو مثل صوره النبي قيد خيالك، والنبي فوق كل خيال. فتقييد صوره الانبياء في صوره ممثل يجي يمثل دوره ده هيمنع خيالك في تصور كمالاته. يعني لما مثلوا سيدنا يوسف في الفيلم الايراني وجابوا لك كده، سيدنا يوسف اجمل من الايه، من الممثل اللي جابوه. يعني هو حسسك ان سيدنا يوسف ده جماله عادي، يبقى ايه، قيد تصورك في جمال سيدنا يوسف. يبقى بالطريقه دي انتقص جمال سيدنا يوسف، وانتقاص الانبياء كفر. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده تمثيل الانبياء كفر، لانه في انتقاص لحقائقنا، حتى حقائقهم بمعنى صورتهم، حتى لان صورتهم فوق كل صوره. فهمت؟ يبقى لما تطلق كده خيالك يبقى ده اسمه ايه، اسمه ايه، تصورات الكمالات. وفي الاخر لما تطلق خيالك ويفضل يتصور الخيال يوصل لمرحله يعجز عن التصور فيستسلم بقى، يستسلم ويسلم. فنصل لحاله العجز عن الادراك والكمال المكتم، لاهوت الجمال. الجمال ده له معنى وله ايه، حس مدرك. فالحس يسمونه ناسوت، والمعنى يسموه لاهوت. كويس؟ يبقى اللاهوت هي ادراك المعنى، والناسوت ادراك الصوره. فهمت بقى؟ يبقى لاهوت الجمال يعني كل معنى جمال فالنبي صلى الله عليه وسلم فوقه. يعني النبي لما بيقول ايه، اوتي يا يوسف شطر الحسن، يعني شطر حسن النبي، لان النبي اوتي الحسن كله. يبقى سيدنا يوسف ده جمال ونص جمال النبي، من حيث الصورة، من حيث الصورة، ومن حيث الحقيقة بقى يعني بون شاسع بين النبي وبين الأنبياء، فما بالك النبي وسائر الأفراد. فبيقول لك لاهوت الجمال، يبقى كل معاني الجمال يسموا المعاني يسموها لاهوت. كويس؟ أو روح الصورة، روح الصورة يسموها لاهوت. يعني روحك بالنسبة لجسمك، فجسمك صورته الناسوت وروحك هي اللاهوت. فهمت بقى ازاي؟ يبقى اللاهوت اللي هو ايه، حقيقة الشيء المتصورة في صورة محسوسة، لاهوت الجمال. وناسوت الوصال، ناسوت بقى اللي هو ايه، يعني لما تحب تشوف مين اللي واصل لمولاه وصول حقيقي محسوس، انظر لهذا النبي مجسدا في الصورة المحمدية. فهمت بقى؟ وهو ناسوت الوصال صلى الله عليه وسلم. وعشان كده لما كان ناسوت الوصال يقول له ايه، ان الذين يبيعونك انما يبيعون الله. حطت ايدك في ايد النبي حطتها في ايد الله. ايه ده، ايه الوصال ده، ايه القرب ده، ده لو نزلت الصوره في سيدنا عيسى كان يبقى لهم حق يعبدوا سيدنا عيسى، لكن شوف نزلت فينا وما عبدناش النبي. دليل ان امه النبي معصومه من التصورات الخسيسه. فهمت بقى ازاي؟ يعني لو نزلت الصورة دي في سيدنا عيسى في الإنجيل، إن الذين يبايعونك يا عيسى إنما يبايعوني، والله لكانوا عبدوا سيدنا عيسى وعندهم تأويل. فهم؟ لكن إحنا شوف نزلت الآية وبنقراها للنهار لم يخطر في بالنا إن النبي هو الله أبدا. يبقى أمة النبي معصومة من التفكير المنحرف خالص. لكن هو بيّن لك من خلال إن الذين يبايعونكم يبايعون الله، إن هو إيه، هو ناسوت الوصال. يبقى ناسوت الوصال معناها إيه، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فهم؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله. اللي رايح للنبي رايح لله. فهم؟ أما تقول إني ذاهب إلى ربي يعني رايح للنبي، لأن النبي هي الجهة اللي هتوصلك لربك. فهمت إزاي؟ وناسوت الوصال وطلعة الحق. طلوع الحق يعني ظهوره، لأن الله سبحانه وتعالى كان غيبا كنزا مخفيا، فلما أراد أن يظهر آثار صفاته وقدرته وأفعاله أطلع العباد بهذا النور المحمدي، فصار طلعة الحق. يعني إيه؟ النور الذي ظهرت إيه الحق. يبقى الطلعة هي الظهور. عين إنسان الأزل، فهو الإنسان المتعين في الأزل، الإنسان الكامل. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، مش هذه الآية آية قديمة في كلام الله؟
وكلام الله ده قديم مش كده؟ هي دي. لا، يبقى هو انسان عين الازل، هو ده الانسان اللي خلق باحسن تقويم، هو ده الخليفه المتعين اني جاعل في الارض خليفه، هو ده الخليفه بحق. فده متعين ازلا ايه يعني في علم الله، ومتعين ظهورا في الاكوان عندما خلقه مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. فهم؟ يبقى الازل اللي هو ايه؟ اللي هو الدوام الذي لا بداية له ولا نهاية له، فهو من حيث علم الله لا بداية له، ومن حيث الظهور له بداية. فهم؟ عين انسان الازل يعني هو الانسان المتعين في علم الله الكامل، هو ده الانسان الكامل صحيح، اكمل انسان خلقه الله، بل جعل على صورته كل انسان، حتى مش على صورته بس، خلق الله ادم على صورته اي على الصوره المحمديه. يعني جمال سيدنا ادم كان عباره عن رشحه من الجمال المحمدي، وكذا جمال كل نبي رشحه من جمال المحمدي صلى الله عليه وسلم. حتى اجداده يا اخي كانوا هم النبي في صلبهم، كانت لهم اجمل اهل عصرهم. عدنان جد النبي ده يقول لك كان اجمل اهل عصري من حيث الجمال الصوره. تروح مثلا لسيدنا مدرك عامر اجمل النضر لنضاره وجهه، كل ده علشان النبي كان ايه في صلبهم. سيدنا عبد الله كانت النساء مفتونين بيه قبل ما يتجوز ستنا امينه، اول ما دخل بيها خلاص النور راح اتنقل لستنا امينه. فيبقى هو انسان عين الكمال، فهمت بقى؟ هو الانسان الكامل يعني. عين انسان الازل يعني عينه يعني ايه؟ المتعين الظاهر. فتملي العين يطلق على الظاهر. في نشر من لم يزل يعني في اظهار من لم يزل من مرادات الله التي كانت معلومه معدومه فصارت معلومه موجوده، زي ما قلنا في مقدمه الخطبه النهارده. في نشر من لم يزل في قاب ناصوت وصال القرب، عايز ايه؟ لا، قاب قوسين او ادنى، قاب ناسوت، لان الناسوت شيء ايه له حس يعني له كتله، فده الناسوت. واخد بالك؟ زي ما تحط حاجه بين قوسين معناها حددتها، اما تحط حاجه بين قوسين تبقى ايه؟ بين قابين، يعني معناها حددتها احط بها فصارت ايه يعني لها كتله او مكان. يبقى قاب ناسوت وصال القرب، علشان يقول لك ايه؟ قاب قوسين بل ادنى، فبل هنا او هنا بمعنى بل، يعني ايه بل ادنى؟ الادنى ده اللي هو ايه؟ اللي هو يعبر عنها بالقرب. طب القرب دي تقدر تدرك مجالاته؟ لا نهايه لمجالاته ولا نهايه لايه؟ لكمالاته. فكل قرب في منه أقرب، كل قرب في منه أقرب، وأقرب الأقرب هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو القريب للقرب نفسه، بل هو الذي يحدد القرب صلى الله عليه وسلم. فهمت بقى؟ اللهم صلي به منه فيه عليه. به يعني لأنه وسيلة الصلاة على النبي، أن يمدك، أن النبي يمدك بمدد الهداية فتصلي عليه، يعني بوسيلة هذا المدد صلي به ومنه، أي إيه؟ به ومنه يعني من منبعه. فهم؟ يبقى به وسيلة ومن منبعه تحصيلا، فاخد بالك؟ فيه وفيه كل المرادات. فهم؟ يعني كأنه في كل المرادات، ثم إيه؟ فاضت عنه إلى الأكوان، فكل يأخذ منها غرفة بقدر قسمته. فهم؟ اللهم صل به منه في عليه، وعليه هنا تدل على العلو، علو الشأن صلى الله عليه وسلم. يا عظيم أنت العظيم، ثم توجه بعد هذا متوسلا بهذه الصلاة إلى الله بقى، لأن النبي هو أقرب وسيلة إلى الله. فالأول قدم هذه الصلاة بين يدي دعائه لمولاه سبحانه وتعالى، فلما توصل إلى إلى القرب خلف أقرب الخلق لمولاه، صلح أن يدعو مولاه ويناديه، فقال يا عظيم أنت العظيم، قد همني أمر عظيم، وكل أمر يهون بأمرك يا عظيم. يبقى لما إيه يجي لك أمر يهمك،
تصلي بالصلاة دي 10 مرات تجده إن شاء الله يهون، والله تعالى أعلى وأعلم. فكرك إحنا شرحنا الصلاة دي؟ ده إحنا قلنا بعض رذاذات من بعض الحقائق فيه، لكن ما زال مطلصم ومطمطم وخضم وخطم سبحانه وتعالى. فهمت بقى يا سيدي؟